ما انتوا شايفين العجينة خمرانة وطرية. لو عايزين تحطوا في الجناب جبنة، صوابع الجبنة الموتزاريلا ممكن برضو تبقى حلوة، تبقى زي بتاعت برة وتسيح معاكم من الجنب وتدي شكل حلو. عندي بقى دلوقتي العجينة اخرم كده الجزء اللي في النص ده. مهمة قوي الخطوة دي، انا نسيت اعملها معاكم في النوع اللي فات، بس مهمة قوي علشان تهوي العجينة من اي هواء مكتوم فيها. بطاطس خلاص قربت خالص، قربنا خلاص نشيلها، وابتدي دلوقتي احط معاكم على الوش طبقة بسيطة قوي. هنحط طبقة ابسط قوي من اللي فاتت للحواوشي اللي بالجبنة اللي بالبيتزا، علشان احنا هنحط جبن كتير قوي دلوقتي، فمش عايزة يبقى فيه بيض مع جبن كتير، هحط حاجة بسيطة قوي قوي. حلو قوي كده. بصوا انا حاطة مسحة التاني، كنت حاطة طبقة كبيرة عشان ما كنتش حاطة غيره هو السمسم، لكن دي انا هحط جبن فعايزة الموضوع يبقى اهدى شوية. شوف بقى الكريمة بتاعتي، الكريمة لازم تغلي علشان نقدر نحط مع بعض الجبنة الشيدر وتسيح على طول. بطاطس اهي مقرمشة على الاخر وجميلة. حلو قوي، هي خلاص قربت خالص. حط بقى دلوقتي معاكم الجبنة كده على الوش، هنغرقه جبنة يطلع سايح وجميل، بيبقى طبقة كده سميكة وحلوة قوي، بيبقى عامل زي البيتزا بالظبط. الجبنة بقى بتسيح على الوش بتاعه كده، وهحط له خضار بيبقى ظريف جدا جدا جدا. حط له بقى دلوقتي الخضار بتاعه، وحط شوية صغيرين من الجبنة الشيدر. يعني وصفة كلها دهون بس جميلة قوي، لو جربتوها تعجبكم وسهلة، وكذا حد طلبها مني الوقت اللي فات. وزي ما انتوا شايفين هي سرها كله في العجينة، لو العجينة مظبوطة كل حاجة هتطلع مظبوطة. كده انا عملت معاكم تاني نوع من الحواوشي الاسكندراني اللي بالجبنة اللي وشه عامل زي البيتزا. هندخله مع بعض الفرن 30 دقيقة وخمس دقايق على الشواية لمدة نص ساعة على 160، سهل وسريع وما اخدش وقت خالص. دلوقتي بقى جميل ازاي وشكله تحفة، والعجينة بصوا اتنفخت. انا عايزة اوريكم العجينة اتنفخت وبقت سميكة وحلوة، تقدروا بقى تقطعوه وتقدموه. عايزة اوريكم من جوه المنظر خطير، تقدموه كده كأنه قطع تحفة. حلو قوي كده، ممكن تقدموه كده جميل جدا. عندي تالت نوع اللي هو عملناه بالسمسم وحبة البركة. عايزة اوريكم برضو من جوه شكل اللحمة عامل ازاي. بص تحفة ازاي، وفاتحة وجميلة وطرية، مفيش اي نشفان في الموضوع، والوش بتاعي القهوة اديته لون حلو قوي. بصوا اللون بيلمع وجميل من البيض والقهوة واللبن مع السمسم، وصفة جميلة قوي وبهاراتها سهلة. استخدمنا مع بعض النهاردة بهارات سبايسي للحواوشي. انا حابة اوريكم جوه عامل ازاي، مفيش اي حرواء، مفيش حاجة محروقة خالص، الوش بيلمع. عايزاكم تعملوه وتقولولي رأيكم على السوشيال ميديا.